صباح الخير من جديد، تحياتنا لكل المشاهدين. لازلنا معكم برنامجكم برنامج يوم جديد، ودائما من خلال برنامجنا بنستضيف فئة احنا بنعتز فيها وبنستمتع حقيقة، يعني لما بكونوا معنا بنستمتع باللون، نستمتع بالتصميمات الجميلة. هن السيدات اللواتي يعملن في مجال الحرف اليدوية وخصوصا بمجال التطريز وشغل التراثي والعمل على الأقمشة. اليوم معنا واحدة من هؤلاء النسوة، معنا ست ماجدة عبد القادر، مصممة أزياء وأيضا تعمل في مجال التطريز التراثي وكل ما له علاقة باللون وبالشكل الجميل. أهلا وسهلا فيك يا ماجدة، كل عام وأنت بألف خير. اليوم إحنا عم نستمتع ونحتفل بعيد العمال، أنتوا فئة كتير مهمة يا ماجدة، من العمال اللي بيشتغلوا وبيعطوا من وقتهم، بيعطوا من جهدهم كثيرا كثيرا حتى يرتقوا بأنفسهم، يرتقوا بوضعهم الاجتماعي وأيضا يعني الوضع المادي لهم ولعائلاتهم. فكل عام وأنت بألف خير يا ماجدة. الله يخلي لي. اللي فهمته منك ماجدة أنه يعني أنت مش يعني جديدة بهذا المجال، صح؟ أنت بتعرفي تطرزي وتعرفي تشتغلي وتصممي. بلشت عندي كهواية بالضبط، بس إلك سنتين بس. قبل هيك اشتغلتي زي ما قلتي اللي بالتربية والتعليم. اشتغلت بالتربية واشتغلت بشركة النقل البري العراقية الأردنية، بعدين اشتغلت مشرفة سكن لدى دولة الإمارات. ممتاز، يعني هاي تاريخ من العمل والعطاء متنقلة. يعطيك ألف عافية ويعطيك العمر الطويل إن شاء الله. وبعدين استقرينا عند الجمال، عند الفنون، يعني عند الأشياء الحلوة. كيف بلشت الفكرة عندك؟ شوفي أحكي لك، والله أنا بحب هاي الشغلات دائما، حتى خلال عملي يعني وأنا بالسكن وأنا بإشي كنت دائما أشتغل كل شيء، أطرز شغلات زي هيك. لما تركت وقعدت في البيت فحكوا لي إخواني يعني دعموني إنه شو رأيك تنمي هوايتك هاي، اعملي لك محل صغير، شغلات زي صاحباتي أصحابنا إشي. فالحمد لله رب العالمين بلشت بهاي الشغلة. ممتاز. وبلشت يعني أكافح وأدور على مجالات أوسع، أدخل بهاي الجهة بهاي الجهة بهاي الجمعية عشان أستفيد، لأنه الإشي التطريز التقليدي اللي يعني بيعرفوه جداتنا وأمهاتنا بعده موجود وبعده مطلوب، بس في إشي جديد هلأ دخل. هذا كيف قدرتي تتعلمي؟ مثل الخط مثلا، مثل الخط العربي مثلا. هاي مثلا في قطع التطريز القديمة الموجودة عندنا، بنيجي احنا بنستغلها بنطور عليها شغلات جديدة، بنعملها ثوب بس بديزاين جديد، بشيء مطور زين مختلف عن الأول. بالضبط، بنضيف شغلات جديدة. طبعا للجنزات للتواب. هلا الصبايا معظم الحفلات اللي عم بتصير عندنا في البلد بيلبسوا تواب معظمهم، بس بطريقة فنية جديدة، بطريقة مبتكرة وألوان جديدة. وألوان جديدة. الألوان القديمة يعني كانت بتقتصر أكثر شيء على اللون الأحمر والأخضر والأسود، هلا صار في الألوان النيلي والألوان يعني الجميلة الثانية. دخلنا كمان الخط العربي. هلا احنا التوب اللي عم نشوفه على الهواء على فكرة اللون البني، هيو على الشاشة ست ماجدة. هاي مثلا عبارة عن عباية كاملة تيجي مع الزنار مع الشيلة تبعتها، بلبسوها الصبايا كتير. اللون الفيروزي مع البني كتير حلوين. كتير بحكي جمال، كليته مشبكة مع بعضها كليتها بالكروشيه، يعني مندخل فيها أكثر من شغلة. قدي هاي بتاخد وقت ماجدة القطعة؟ بتاخد حوالي أسبوع زمان. بتاخد. اللي فهمته منك أنه أنت ما بتشتغلي لحالك ماجدة، أنا في عندي مطرز بيشتغل معاي، مطرز في عندي ستات في البيوت بيشتغلوا على الإبرة. حلو. تعرفي يعني لما بدك تشتغلي توب طبعاً كمان. لما بدك تشتغلي توب بالإبرة بده ياخد وقت طويل، فإحنا بنوزع على 3-4 خياطات بيستفيد. يعني القطعة نفسها مثلا ممكن أنه تقسموها على أكثر من على 3-4 خياطات. في عندنا شغلات مثلا صرنا نعملها زي إعادة ترميم. يا ريت هاي كمان وجهها القطعة ورجيها للكاميرا إذا بنقدر. هاي تشرحي لنا عنها يا ماجدة مثلا. شنطة أيوة، هاي قطعة من ثوب قديم موجودة عندي. ممكن أخذها أستفيد منها أعملها شنطة. هلا هاي هون اللي بالنص، هاي اللي من الثوب القديم. أيوة، من الثوب القديم. وأنت حاطة عليها ما يشبه العرجة هاي. أيوة. القديمة. ولكن طبعا مش ذهب أكيد. لا مش خلينا نشوف الثاني. هاي مثلا جزام. هذا مثلا كتير حلو وأنيق برضو، من الأشياء اللي بتعملهم ماجدة، اللي هو اللي على قد الإيد، يعني البسكت الإيد متناول الجميع. هذا ممكن بحفلة يعني كمان سعر مناسب الكل بيقدر يستعمله. برضو هاي القطعة من التطريز القديم، من تطريز قديم، هاي اللي هنا موجودة. جميل كتير ماجدة، أنت عندك كتير أفكار. هلا هاي مثلا زي معلقة. هاي ممكن القطع الصغيرة، لوحة على الحيط مثلا. أيوة ممكن نشوفها. قطع صغيرة بسيطة
هاي برضو تصميم تطريز وممكن انها تتعلق في مكان ما. وشو بينطلب اكثر شيء ماجدة من المطرزات؟ يعني شو بيطلبوا هلا هلا معظمهم رجعوا للتطريز القديم، يعني مثلا بحبوا الشيء التراثي. شيء التراث مثلا احنا طورنا، عملت هاي الشغله سجاده صلاه مثلا لغرفه الضيوف، كثير فكرتها حلوه وعمليه ومبطنة عشان اللي يرتاحوا اللي بيصلوا عشان يصلوا وفي معاها طيب تمام. هاي اذا سجاده صلاه وهذا كله شغل ايد ماجدة، كله شغل يدوي. كله شغل يدوي ومعها التنجيد وكل اللي هو بيت للمصحف. بيت للمصحف كمان مطرز بنفس الطريقه. هاي مطلوبه اظني. هدايا وهدايا اللي بيجوا من الحج مثلا من العمره ممكن انه ياخذوا منها شغلات هيك هيك قطع. طيب ماجدة بالنسبه لل يعني خلينا نقول اللي الدخل او التسويق، طريقة تسويقك لمنتجاتك، هي المشكلة بتلاقي صعوبة بالموضوع؟ كتير. كيف تحاولي انه توصلي يعني مثلا للسوق؟ انا هلا يعني الحمد لله رب العالمين وضعي اختلف شوي، صار في عندي زباين، في ستات بيعرفوني بيجوا فورا على ماجدة، بس في البداية كتير كان في صعوبة. بتشاركي ماجدة ببازارات؟ بشارك معارض وبازارات. بشارك كمان مع إرادة وين هم بيكونوا. انا دربتي معاهم كمان ولا بتدربي فترة. معاهم مع إرادة دربت معاهم كروشيه. دربتي؟ الحمد لله رب العالمين. يعني حابه كمان اورجي القطع اللي هي الجديده تقريبا، اللي يعني مطلوبه اظن من الصبايا اكثر شيء. للصبايا اكثر شيء. هاي مثلا ماجدة لو تحكي لنا عنها. هاي جاكيت من النجف. شبك كليتها بالسناره طبعا. برافو. مكتوب عليها وتطلبهم عيني وهم في سوادها. حلو. ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي. يا عيني عليك يا ماجدة، يا عيني عليك. ايش حلو الشعر. كيف تختاري الشعر؟ مين بيطل يعني؟ والله في ناس يعني بطلبوا شعر معين ولا انت بتختاري؟ في ناس بطلبوا شعر معين، بس مثلا احنا قبل فتره كان عندنا معرض مع الاميره ريم في المركز الثقافي الملكي. فحبيت اهديها شال زي هيك. كتبت لها علي ريم على القاع بين الباني والعلم احل سفك دمي في الاشهر الحرمي. حلو. فكتير كيفت زي هذا الشال بنفس الطريقه هاي كان. يعني مثلا هون اراك عصي الدمع شيمتك الصبر. ما احلى هذا البيت الشعر. اراك عصي الدمع شيمتك الصبر. هذا كثير حلو. هذا يعني كله هذا مطرز ببيت الشعر هذا. جميل. هذا الشال اظن كثير مطلوب. هذول مطلوبين كثير. هذا الشال مثلا كنت تعمليه مع جزدان صغير، عفوا مع الحذاء. يعني تكتب عليه حتى الاحذيه بتطرزوا عليها. هي فكثير حلو. مش رح نقدر ناخذها. انا شايفيتها قد ايه حلوه. الحذاء اللي انت لابسيته ايضا يعني عليه ثيمه او عليه تطريز معين، وانت كثير شاطره. المطرزات القديمه فعلى كل شيء، ممكن على الاكسسوارات بتحط على الاكسسوارات. بنحط تطريز طبعا لما تكون مثلا خارطة الأردن زي هاي، بنحط تحتها تطريزة معينة، بنركب عليها الخارطة. أو أي اكسسوار تاني ممكن تعمليه بطريقة على قطعة خشبية. جميل. تركبي له إشي زي هيك. هاي كمان قطعة من الأشياء اللي المودرن خلينا نقول اللي كتير حديثة هلا. للصبايا، شغل صبايا وبطلبوها صبايا اللي هي بدين مع بنطلون. على بنطلون أو هيك يعني برضه بتلبق لمناسبة، بتلبق طلعة هيك صباحية. فجميل كتير أيضا. هلا قد إيه بتحاولوا إنه الزبون يكون لها رأي باللي بتشتغلوا؟ يعني طبعا بيجوا هم بيعطوكم افكار مرات ماجدة ولا ممكن تستفيد من فكره واحده فكره؟ ممكن مثلا اللون. انت ما تكون خاطر على بالك انه دمج هذول اللونين ممكن يطلع معك شيء. فنستفيد منهم يعني، بتعرف الدنيا اذواق. في ناس طبعا بطلبوا اكيد الوان معينه، الوان معينه، واطوال ونوع قماش معين. طبعا. وانتم بتحاولوا تنصحوهم بقدر الامكان. ماجدة اكيد. شو اللي تغير بحياتك ماجدة بعد العمل؟ يعني انا بعرف انه الكل بيحكي واحنا بنعرف انه العمل يعني بيعطي هيك لمسه ايجابيه ودافع ايجابي للناس حتى يعيشوا حياتهم بشكل افضل. انت شو تغير عليكي بعد ما فتحتي مشروعك؟ صرتي تتعاملي مع الناس، صرتي تروحي وتشوفي، شفتي نوعيات من الناس مختلف. اول شيء العمل عباده. انا هاي رايي، العمل عباده الحمد لله رب العالمين. بس تعرفت على نوعيات ناس، أجناس مختلفة. يعني هلأ مثلا في معرض في حدائق الحسين شفت السوريين، شفت السعوديين، شفت الإماراتيين. بيجذبهم الشغل التراثي الأردني. في ناس كتير بيجوا بس عشان هاي الشغلات. وبحبوا التراث الأردني. يعني والحمد لله رب العالمين احنا هلأ تراثنا، احنا في أكثر من 40-45 دولة عملنا معارض في هاي الدول الحمد لله، وحتى في دول أجنبية. طلعتي على دولتها؟ لا لسه ما طلعت على دولتها، بس اطمح اني اطلع ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. ان شاء الله. في قطعه ما ورجناها اللي هو هذا اللون المفضل عندي، اللي هو اللون الازرق. هذا شال كتف مستطيل. اها. وكليته شغل وتشبيكه بالسنارة. كمان كثير حلو هذا اللون.
من احلى الالوان هاي الالوان يا ماجده. كمان برضه بالاحرف العربيه كثير دارج الحرف العربي كتير. على المطرزات. بس كيف بتحاولي ماجده انه يكون عندك، والمصممات كتار اللي بيعملوا هلا يا ماجده، كيف بتحاولي يكون لماجده عبد القادر لها بصمتها الخاصه؟ شو اللي بيميز شغلك انت اكثر؟ شوف احكي لك شغله، انا بحب اشتغل اول شيء بدقه. بحب الدقه كثير بالشغل وبالترتيب، مش مهم كم قطعه انا ابيع، الشكل النهائي للقطعه. ايوه بهمني الشكل النهائي للقطعه الواحده وشو يعني قيمتها عند الناس. شو راح تجيني مردود اكبر من هيك؟ انا بعرف هذا الشيء، لما تاخذي انت قطعه حلوه ونظيفه وشي زي اكيد راح ترجع تاخذي مني. فبتطولي بالك على القطعه بالفينشينج زي ما بيقولوا، بالتشطيبات النهائيه. وهذا واضح من شغلك يا ماجده. نشوف القطعه البيضاء لو سمحتي، وانا حابه اشوف التوب هذاك كمان. هذا التوب عملناه للصبايا هالايام للحنه كثير حلو. انا خايفه انه المايك يا ماجده، بس نحاول انه ما نشيله. بس هذا لانه لازم يا استاذ سالم، لا تعترض علينا، لازم نجيبه ونورجيه للكاميرا انه كثير حلو وجميل وثقيل كله شك خرز يدوي. هلا في صبايا بالحنه ما بتحب تلبس شيء فستان تقليدي وشغلات، هلا الكل عم بيقبل على هذا، على هدول. حتى بتلبق لكتب كتاب لحنه برضه لحفله وداع، كثير كثير حلو وجميل. والقطعه البيضاء الاخيره اللي ضلت عندنا، انا بدي اورجي كمان بلوزه. هاي كمان الالوان مطلوبة كثير، واللون الابيض مطلوب جدا، وهي الغرز يعني كمان بتذكرنا باشياء تراثية. هذا بذكرني بالبشكير يعني كلياتها شغلنا قديم بالضبط، شغل زمان بتحاول. المنازل شغلة زمان. وهذا اللي انت لابستيه بين ابرتين. بين ابرتين صح، انا حكيت لك شطورة انا. شطورة. كثير حلو يا ماجدة، انت رائعة وشغلك بيعبر عنك يا ماجدة. وانا بحيي كل امرأة بتشتغل وبتعطي، يعني انتم مثال للنساء اللي بيستثمروا وقتهم بقعدتهم في البيت بما هو مجدي ومفيد لهم ولعائلاتهم ولغيرهم. يعني انت بتقولي لي صار عندك مشروع صغير، بسم الله عليك يا ماجدة، شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بألف خير، بالتوفيق دائما. واحنا اعزائي بهذه الفقرة الجميلة ننهي برنامجنا لهذا الصباح.